يا ماما انتي غلطك زي غلطي بالظبط. صح، احنا الاتنين زباله، بس انت اوسخ. انا في الاخر خنت راجل كرهته وكرهت حياتي معاه، لكن انت خنت اعز صاحب ليك يا اشرف. بقولك ايه، ملوش لازمه الكلام ده، خروج انتي من القصه دي وانا هتصرف. خساره يا اشرف، مش هتقدر تتصرف خلاص. للاسف ما كنتش عايز الاقيكي بالسرعه دي يا منى. عارفه ليه؟ علشان كنت مبسوط ومرتاح للرعب اللي عايشه فيه، وانت خايفه لو وصلك. علي اسمعني يا علي. اسمع اكتر من كده ايه يا اشرف؟ ده حتى يبقى طمع. انت زي ما قالت لك بالظبط، اوسخ منها. مش علشان خنتني ولا خنت جمال صاحبك، لا، انما علشان مشيت مع واحده زباله زي دي. الله يرحم ايام ما كنت بتبوس جزمتي عشان ارضى اتجوزك. ومين قال لك اني اتجوزتك؟ انت عمرك ما كنت مراتي. انت سلمه ادوس عليها بجزمتي علشان اطلع لفوق. يعني واطي وعايز اللي يرفعك. والله كويس انك عارف. بس يا ماما. علي اهدى عشان نعرف نتكلم. مات الكلام بينا خلاص يا هاجر، مات الكلام. صباح فل يا شويبي. وبعدين يا بابا؟ الصبر حلو. هانت يا باشا. يعني هتخلص ولا هترجعك البورتو تاني تصيف هناك؟ كله في ايدينا. وايه لازمته الكلام ده يا باشا؟ حد غاوي يروح للقرب برجليه؟ كلها يومين واللي انت عايزه يحصل. لا يا حبيبي، ما اسمهاش اللي انا عايزه، اسمها مصلحتك انت. لان اللي انا عايزه ده مليون واحد غيرك يعرف يعمله لي. بس انا قلت بقى انت ذكي ودماغك نظيفه، ولو مش حابب بلاش. هيحصل، قلت لك هيحصل. جمال الجبالي عندي في البيت. مستني يا بوب. لا، انا قصدي انه تحت عيني، لكن اعملها في بيتي يبقى شغل نسوان عدم المؤاخذه. انا ما اتعودتش اضرب حد في ظهره. ماشي يا بوب، اعمل اللي يريحك. على فكره التأخير ده مش هيجي على مصلحتك من الناحية التانية. علي المير أنا عارف مكانه فين دلوقتي، بس هو مرصود. يا تلحقه يا ياكلوه منك.
مين؟ مريم؟ جمال مالك فيه؟ خفت؟ أخاف؟ ده كان زمان لما كان عندي اللي خاف عليه، إنما دلوقتي كل حاجة راحت والبركة فيك. كنت عارف إن أنت هتقول كده. طول عمرك ما بتعترفش بغلطك، لما بتقع بتعلق أخطائك على حد تاني عشان طول عمرك غلطان. صح، كلامك صح. وأكتر مرة كنت غلط فيها لما رشحتك معايا، لما خليتك جنبي بقيت فوقي. جمال الجبالي نمرة واحد، وعلي الميري نمرة اتنين. نمرة رخيصة بترفع منك لفوق كل ما تتقارن بيها. جمال الجبالي القائد، وعلي الميري التابع. جمال المحترف، وعلي المساعد. جمال اللي بحبه، وعلي جوز اللي بخونه. هو ده جمال بالنسبة لك؟ نسيت كل حاجة كويسة عملتها لك؟ كم مرة نصحتك؟ كم مرة قلت لك بلاش يا علي وانت ما سمعتش الكلام وفضلت مكمل؟ كم مرة قلت لك تعال ندور مين اللي ورا كل ده؟ مين اللي هيضيعنا وانت برضه ما سمعتش الكلام وفضلت مكمل؟ وفي الاخر حصل ايه؟ خسرت زي ما اخترت الست برضه اللي معاك دلوقتي. كل اللي كنت بتفكر فيه مصلحتك من وراها تيجي ايه، وبرضه خسرت عشان طول عمرك وصولي يا علي. مش عايز تطور من نفسك وعايز تاخد كل حاجه على الجهاز. اوعى تفتكر انا مش عارف انت رشحتني ليه الجهاز. هقول لك انا ليه. عشان تلاقي حد يسندك، عشان طول الوقت تلاقي حد واقف في ظهرك. دلوقتي جاي بتلومني؟ بتلومني على ايه؟ اذا كان انت قدراتك كده في شغلك، في حياتك، حتى مع الست اللي انت اخترتها. انا وانت يا جمال عمله واحده بوشين، ونهايتنا هتكون واحده زي ما كانت بدايتنا. لكن الفرق انت خنتني لما طول الوقت كنت ببص في عين منى واشوفك فيها. مش هي دي الخيانه؟ والخيانه عقابها الموت. مش هو ده العرف؟ عشان كده خلصت منها. حاولت اخلص منك انت كمان، عارف، وكنت متأكد كمان ان انت بلغت عني في عملية الكنيسة وعملية ابو جعفر وغيرها. وكل مرة كنت بتفلت منها كنت بموت من جواي، واحلف اني هضربك بالنار بيدي واضرب نفسي علشان حد فينا يخلص ويرتاح. بس للأسف ما كنتش بقدر. عشان جبان تقدرش تعمل كده. طول الوقت كنت بقنع نفسي ان اكيد الوساخه مش هتوصل بيك لكده. بس ارجع افكر تاني، هو احنا قاعدين بنشتغل فيه ولا انا كنت بالنسبه لك ايه اصلا؟ كنت اخويا. انا كنت مستعد اضحي بنفسي عشانك، عشان ابني لما يكبر تحكي له على كل حاجه كويسه عشناها مع بعض. بس في الاخر انت اللي اخترت. اضرب يا جمال، لو كنت راجل اضرب. مش هقدر. خليك انت بقى راجل لو لمرة واحدة، وخلص نفسك وخلص الناس من شرك. جمال!
مفيش فايدة. هتفضل طول عمرك ندمان. اعتذرلك على اللي عملته معاك، اقول لك ما تزعلش مني. اديك بتدفع ثمن كل اللي عملته. شفت الموت بعينيك. انت رجعت بس منى ما رجعتش. انا ما رضيتش ابلغ عنه. قلت كان ليه حق عندي وخده. وخلاص كده ملوش حاجه عندك انت كمان. انا اللي بلغت عنه. ليه يا جميل؟ عشان علي بقى مسعور. ما ينفعش يعيش وسطينا خلاص. غير اللي بيني وبينه اكبر بكتير من الحكايه اللي احنا فيها دي. انا وخسرنا بعض من زمان، وكان فاضل شويه خسرنا كلنا بعض. حقك يا جميل، انا اسف. خلاص يا اشرف، كفايه اللي حصل. وهما بينقلوني على المستشفى وانا بين الحياه والموت، كنت شايف رامي ابني، سامع صوته كمان، وكنت شايفك انت كمان. تبصص لي في عينيا تقول لي كلام كتير قوي، بس كنت بتطمني، تقول لي ما تخافش يا اشرف، انا جنبك وافضل جنبك زي ما كنت بتعمل طول عمرك. يا جمال انا ما كنتش خايف على رامي، لاني كنت عارف ان انت هتربيه وهتاخده مع سليم وهتحبه زيه زي سليم بالظبط. يا انا كنت زباله قوي يا اخي، ازاي سايب ابني اللي هو حته مني عايش بعيد عني وهو طفل ما يفهمش اي حاجه غير ان هو يتحمى فيك ويلعب حواليك ويضحك؟ بس خلاص انا اصلح غلطاتي كلها، كفايه ان ابني بقى يتيم من الام، ما ينفعش يبقى يتيم من الاب كمان. معلش بعدين ما انت طلعت بني ادم نضيف، امال في ايه؟ عند الله سلامتك. الله يسلمك. دلوقتي بقى كان في حد جاي يشوفك ويطمن عليك. مين؟ ربا؟ الو. ايه يا جمال؟ كل حاجه تمام. باي باي. ازيك يا جمال؟ ازيك يا فريال؟ متشكره ان انت جيت. على ايه؟ قلت لك مليون مره قبل كده اللي بينا اكبر من اي مشاكل. وسليم كويس؟ كويس طول ما هو معايا اطمني، ما تقلقيش عليه. بس انتي طلبتي تقابليني عشان تطمني على سليم؟ هو انا حتى مش من حقي ان انا اطمن على ابني. لا اكيد من حقك طبعا، انتي ام وعمري ما ابعده عنك ابدا. انا ما كنتش طالباك عشان اطمن على سليم، طول ما هو معاك انا مطمنه عليه. بس انا النهارده هطلب منك طلب ممكن تستغربه شويه. أنا بطلب منك إنك تخلي سليم معاك، عشان أنا عارفة ومتأكدة إن أنت هتربيه أحسن مني مليون مرة، هتطلعه راجل. بس أنا كنت عايزة أطلب منك طلب، أوعدني إنه ما يكرهنيش، يعني خليه بيعرف يسامح زيي. مفيش حد بيتمنى الكره، لأن الكره جوانا بيبقى عامل زي النار، فلما بنسامح بنعمل كده بس عشان نرتاح. بس المشكلة إن إحنا عمرنا ما بننسى أبدا. فكروا بالحاجات الحلوة اللي كانت بيننا.
يعني أول ما عرفنا بعض لما كنا بنحب بعض قوله إن أنا كنت أضحك، أنا ما كنتش وحشة أوي كده صح؟ لما تشوفيه أنتي قولي له ده بطريقتك، عشان أنا قلت ده كتير أوي بجد؟ طيب أنا جايبة لك ورق معايا، معرفش لو هيفيدك في حاجة ولا لأ، بس يعني شوف ممكن تطلع منه إيه، بس أهم حاجة عندي إنك تاخد بالك من نفسك ومن سليم. صعب قوي إن أقرب حد ليك في الدنيا دي يبقى واقع في مشكلة وأنت بعيد عنه ومش عارف تطمن عليه حتى بتليفون. خلاص يا ربنا الحمد لله بقيت كويس، وجمال طمني على ليلى كمان. المهم انتي؟ انا خايفه يا اشرف، خايفه قوي كمان. جمال قال لي على اللي حصل مع رضي واكد لي على اللي كنت خايفه منه طول الوقت، كنت خايفه اصدقه كمان. انا كان نفسي يبقى عايش، كان نفسي اعرفكم على بعض، انا متاكده ان انت كنت هتحبه قوي. يا رب اللي حصل حصل، مفيش حاجه في ايدينا نعملها دلوقتي. صح مفيش حاجه. ربنا عايزك تعرفي ان انا مبقاش ليا اي حد في الدنيا غيرك دلوقتي، والقضيه بتاعتك دي انا خرجت منها وانا اتجوز. تفتكر هخرج منها فعلا؟ اكيد لازم تبقي واثقه. من هنا سلم نفسي. لا يا بابا ما ينفعش، انا عارف ان هروبك ده كان اكبر غلط، بس هم اللي اجبرونا على الغلط ده، فلازم نستغله لمصلحتنا لحد ما الناس بتعكسه. يمكن كلامك يكون صح، بس مش انا، مع حد تاني. انا ما اقدرش اعيش هربانه وخايفه وقلقانه طول الوقت. انا عارفه ان انا ما عملتش كده وان انا بريئه، بس هم بقى قدروا يزرعوا جوايا احساس بالذنب والخوف، هيفضل محاصرني طول الوقت. وانا زي ما قلت لك اول مره شفتك فيها، انا هفضل جنبك طول عمري. انا جيت اشوفك واطمن عليك بس، وخلاص انا ما بقتش خايفه علشان انت وعدتني انك هتكون جنبي وانك هتعوضني عن رضا. عماد جد الله، ده اسمك انت يا جماعه مش كده؟ اه متحول له مبالغ على 3 مرات في ظرف شهر تقريبا، ده أيام عملية العراق والسفير باجي اتسلم. مين جهاد مهلنا ده؟ ده اسم الحساب كان بيستخدمه عليه، اسم يعني للتمويه مش أكتر، بس ملوش حق إن هو يتصرف في الفلوس أبدا. بس ده بيثبت تورطه أبدا. طبعا بتحول له أرقام كبيرة فعلا، بس ده كويس علشان لما نطلبه للشهادة مش هيلحق. علي خلاص باللي عمله والورق اللي قدمناه وفي شيك باسمه كمان كان دفعه النوح عشان يضغط عليه ويشاركه، ما عندوش حل تاني. تقصد إنه اتحرق بالنسبة له؟ ده وده الاثنين. هاي بص. الو، دي صوره الموازنه العامه للدوله فيها بند نزل الالغام. هو ده اللي انا قصدي عليه. يعني هو دلوقتي بيقبض فلوس من البلد اللي بتبعت زبالتها عندنا، وبيقبض مره تانية من الشركات اللي بتدفنها تحت الارض، والثالثه من مزينه البلد هنا، على اساس ان الراي العام فاهم ان ديات شركات بتنزع الالغام. والحساب بيتحول من بره بره على طول، والتحويلات والحسابات والارقام والتواريخ كلها هنا اهو. هايل يا كبير. اكيد كده الصوره واضحه، الراجل دوت هو سر المصايب كلها. رضا لما كتب عن الراجل ده ما كانش متاكد ان هو، عشان كده اتاخر في نشر التحقيق لحد ما يتاكد من الادله. بس معلش اللي رضا ما لحقش يعمله احنا عملناه خلاص. عارف يا جمال، انا لما وافقت اساعدك انا ما كنتش بفكر غير في اهلي بس، وما كنتش عاوز غير اللي حقهم. بس لما قريت الورقة دوت وعرفت اللي فيه، عرفت فيه ناس كتيرة مظلومة وضايع حقهم ومحتاجين حد يساعدهم. وانت البير عملت كتير قوي. انا لا يا عم، انا مش بطل ولا اعرف اكون بطل. انا بقولك الكلام دوت عشان انت تكمل. انا خلاص هسافر، مش يأس من البلد ديت، بالعكس انا مكاني مش هنا. كفاية ابويا كمان عاوزني ارجع عشان اشوف مراتي وبيتي.
ماشي يا كبير، خلي بالك من نفسك وحط في دماغك ان ابوك ده زي ابويا الله يرحمه بالظبط. لو احتاج اي حاجه خليه يكلمني، ما تقلقش عليه. عارف يا جمال، انا نفسي لما اموت اموت موته طبيعيه، ما اكونش مظلوم، نفسي ما اوجعش قلب حد زي ما قلبي وجعني على الراحه. ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا على الفرح موال عالبيت. الله، امال فين الحراسة اللي معاك؟ الحراسة اترفعت يا زيتون. انت مين؟ ما تستعجلش على رأسك. مش صحيك، قلت عندك شغل كتير النهارده، سيبك تستريح. انا فاكرك ضابط جمال الجبالي بتاع الكنيسه. الله ينور عليك. الكنيسه وغيرها وغيرها، ما انا ملف تقيل. بس مش اتقل من ملفك يا زيتون. انت جبت الورق ده منين؟ الله، ما تبقاش غبي بقى. انت اللي قتلت المهدي وقتلك وراه. ليه؟ ليه يا جمال؟ اديني سبب واحد اخليك تعيش عشانه. اللي انا استلمتها كده، اللي انت عرفته ده طول الوقت بيحصل، اللي قبلي عملوه واللي هيجوا بعدي برضه هيعملوه. بكل بساطة كده، بتدفنوا السم والمرض للناس تحت الأرض. ما كفكوش إن أنتوا سرقتوا منهم النهاردة، عايزين تسرقوا منهم بكرة كمان. وأنت بقى المحامي بتاع الناس؟ الناس مالها يا جمال؟ أمال مال مين؟ مال مين يا زيتون؟ مال السلطة. البلد، إحنا في دولة لازم لها نظام واستقرار. أوامر تتمنع وأخبار تتحجب، وأنت ما تقدرش تعمل حاجة غير إنك تنفذ وأنت ساكت. سياسة لو حصل أي غلط محدش يسأل، لأن محدش واخد باله إنه يسأل أصلا. ولو حد سأل مش مستني يسمع إجابات، لأنه طول الوقت بيسمع كدب. من كتر ما الناس زهقت من كدبكم حسوا إن خلاص مفيش صدق، مفيش حق، نسيوا يعني إيه عدل ربنا يا زيتون. لو هتتكلم عن العدل ما تلبسنيش الموضوع لوحدي. معلش. أنت اللي جيت لوحدك تحت رجلي يا جمال. افهم، احنا مش شياطين زي ما انت فاهم، احنا بني ادمين زيكم، وساعات ضميرنا برضه بيتعبنا، بس احنا ما نقدرش، لازم ناخد قرارات حاسمه وفي اقل وقت. على حسابني؟ على حساب الناس؟ الله يخرب بيت الناس. يعني انت فاكر لو قتلتني دلوقتي الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول هيعيشوا في جنه؟ لا يا جمال، هيعيشوا في خراب ودمار وفوضى. معلش، بس برضه هنحاول نعدلها يا زيتون. جمال، استنى يا جمال. احفر. احفر ايه؟ احفر. مش عارف هتستفيد ايه من كل ده. حاجة واحدة عايز اعرفها منك، الجهاز السري اللي انا كنت شغال فيه ليه وازاي؟ يا جمال افهم،
النفايات دي أرباحها مهولة. الأرباح دي بتتوزع بالليستة. كل يوم الليستة بتكبر. أسماء بتزيد. والأرباح بتزيد. وبرضو العيون بتزيد. كان لازم يبقى فيه جهاز علشان يحمينا. الجهاز اتعمل في الأول علشان الحماية بس. وبعد كده اتطور زي ما كل حاجة بتتطور. أي أمر بيتطلب تدخل غير رسمي كنا بنلجأ لكم يا حضرة الضابط. ومشت الحكاية على كده. وبقى أمر واقع. أبو عفو. كمان. بلاش تعمل اللي بتفكر فيه. طب اديني حقي الأول. حقك. هو أنت لسه ليك حق؟ آه. قدم الورق اللي معدى كله للنيابة وهما يحكموني. القانون في بلدنا بيجي عند الإزاك وكل حاجة تقف وتتلخبط. الميزان فجأة بيطب. والظلم بعين العدالة. والعدالة العامة هي اللي بتفتح. المظلوم دي حقه. والظالم يطلع براء. طب حاكمني أنت. أنا واثق فيك. أنا قلت لك كل حاجة أهو. ما أنا حاكمتك خلاص. أنا أصدرت حكم عليك. حكم واجب النفاذ. لا في نقض ولا في استئناف. حكم بالإعدام يا زتون. جمال أنا حكمت البلد دي 30 سنة. في ايدك ده واشرب كوبايه الشاي تروق دمك. مش عايز شاي. انا اشرب اللي انا عايزه واعمل اللي عايزه. خش جوه. انت ايه اللي عاجبك فيا؟ ايه اللي خليك تذلي نفسك معايا؟ اطلعي برا. اطلعي برا. ليه؟ ليه يا سيال؟ مش عايز اشوف وشك هنا في البيت تاني. اطلعي برا. حرام عليك. نسيت الدنيا كلها عشانك. عاندت اخويا. ليه؟ ليه بتفرط فيا بالسهل؟ ده انا شارياك. حرام عليك. انت علي الميري؟ ايوه انا علي الميري. تو سيبيني انا همشي لوحدي. سيبني. سيبيني همشي لوحدي. تمام يا جمال. بوبو خلص كل الاجراءات. احنا هنتحرك دلوقتي على طول. بس برضو مش عايز تقولي انت فين. خلي بالك من نفسك. مع السلامة. إن شاء الله يا أستاذة. ولا أنت ما زهقتيش من القعدة هنا؟ لا يا بابو. كفاية قوي كده. تحبي أجيب لك كرسي لحد العربية تحت؟ لا يا بابو. أنا عايزة أمشي تاني. طب على مهلك. واحدة واحدة. أنا كنت بس عايز أريحك. تريحني لو تقول لي جمال فين؟ جمال ما ينفعش يبقى مأمني أمانة وأخونه فيها. أمانة؟ هو محضر لك مفاجأة وبيظبطها دلوقتي.
ولازم تشوفيها بعينيك. مفاجأة؟ مفاجأة. يلا يا عروسة، العريس مستنيكي. عريس؟ مش عارفه ان الولاد فرحه. انت مجنون؟ انت اللي جننتيني. ما قلتليش ليه؟ تحمدي ربنا، مش كفايه واخدي بالجبس؟ اول مره احس ان انا فرحانه قد كده يا جميل، وانا مراتك وبقولها قدام كل الناس. بس ارجوك ارجوك خلي فرحتنا تكمل. كل واحد فينا عنده أسراره اللي طول الوقت بيخبيها تحت الأرض، بيخبيها بعيد عن الناس عشان يقدر يعيش وسطيهم، يقدر يتكلم ويضحك ويتعامل. كل ما كترت أسرارك، كل ما كدورك في الأرض زادت وتشعبت ولفت حبل مرعب حواليك، عمرك ما تحس بيه إلا لو قررت تطلع فوق. ساعتها بتعيش العذاب بين دنيتين، دنيا فوق الأرض الناس فيها شافتك مكشوف ومتعري، عرفوا عنك كل حاجة، ودنيا تحتها رفضة طلوعك لأنك بقيت واحد منها. ساعتها بتسأل نفسك سؤال، اللي عاش عمره تحت الأرض يقدر يعيش فوقها؟ يمكن آه ويمكن لا. لو لقيت صاحب يصدقك ويساعدك تقدر، لو لقيت حضن يطمنك ويخاف عليك تقدر، بس بشرط تحكي له كل اللي دريته تحت الأرض عشان تبقى معاه بني آدم جديد، بني آدم يستحق يعيش فوق الأرض. تصاعد أنفاسي إليك عتاب، وكل إشاراتي إليك خطاب. فهل لرسالات المحب جواب؟ فليتك تحلو والحياة مريرة
لك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. خلي بالك يا بابا، واكد على الرجاله ما يجوش بعد كل ده ويضربوني في دماغي. تقلقش يا جيمي،
انا جايب لك جوز عيلنا شنجية ولا انطونيو بانديراس؟ عارف العيال اللي بتضرب بومب في المولد؟ Thank you.
بس ربنا فرج قريب، ربنا فرج قريب.